هلو، نتكلم النهاردة على خلط الدهون والنشويات. أنا اتكلمت عن الموضوع ده أكتر من مرة، بس النهاردة هنبص له من ناحية تانية كده، لأن الحتة دي عاملة ناس كتيرة قوي لخبطة. لما هنتكلم على خلط الدهون والنشويات ممكن نبص لها من ثلاث نظريات، لو أي رأي هتسمعه في الموضوع ده هيجي من نظرية من الثلاثة دول. النظرية الأولانية بتاعت مش مهم تاكل إيه مع إيه، ولا تاكل إيه بعد إيه، ولا تاكل إيه إمتى، أهم حاجة إنك تبقى من ضمن سعراتك. دي نظرية إيه؟ دي نظرية السعرات، وأنا اتكلمت فيها كتير، وده طبعاً كلام مش صح. طيب، النظرية التانية هي إنك لو كلت نشويات ودهون مع بعض ده هيرفع الإنسولين جداً، وده هيخلي الدهون اللي في الوجبة تتخزن وتتخن. دي نظرية إيه؟ دي الهرمون الأبروتش أو نظام الهرمونات اللي أنا دايماً بشرحه. النظرية التالتة اللي هي مش نظرية قوي، يعني إن إحنا لو كلنا دهون ونشويات على بعض ده هيكون حاجة كويسة، لأن ده هيقلل الجلايسيميك اندكس أو هيقلل من قدرة النشويات على رفع سكر الدم. ده تبع أنهي مدرسة؟ دي مدرسة السعرات، بس من باب اللي ورا. نفس الفكرة بالظبط، إن إحنا بندور على أي طريقة تقلل لنا سكر الدم، حتى لو كانت طريقة مش صحية، زي ما كنا بندور على أي حاجة سعراتها قليلة حتى لو مش صحية. طيب، تعالوا الأول نتكلم كده في النقطة دي. هو فعلا دلوقتي أنا لو كلت مثلا رز ورحت مغرق الرز ده شوربة، أو لو أنا كلت دلوقتي مثلا بطاطساية ورحت مغرقها كريمة أو مغرقها زبدة، ده هيعمل إيه في الجلايسيميك إندكس، في قدرة البطاطساية على رفع سكر الدم؟ هيقلله، هيقلل قدرة البطاطساية على رفع سكر الدم. دي حاجة احنا عارفينها من زمان جدا. ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إن الدهون امتصاصها بطيء جدا، فهي مش بتعمل الانستنت افكت بتاع الجلوكوز. لما أكل بطاطس مثلا مسلوقة ده بيور جلوكوز، لما أكل عيش حاف ده بيور جلوكوز، ده جلوكوز بس، فالسكر هيعلى وهيعلى بسرعة. لما أكل حاجة فيها جلوكوز غرقان دهون هيخلي السكر ما يعلاش قوي وما يعلاش بسرعة. ده مش معناه إن دي حاجة أحسن، ده علشان الدهون بتبطأ الابزومشن، بتبطأ الامتصاص بتاع الوجبة. في سبب تاني بيخلي ساعتها سكر الدم ما يبقاش عالي قوي، إن الإنسولين هيعلى قوي. والإنسولين لما بيعلى قوي بيعلى يعمل إيه؟ بيعلى عشان يوطي سكر الدم. فلو انا كلت حاجه كبيره، كلت بطاطس بالكريمه، ولا كلت عيش وسيحت فيه جبنه، دي بتعمل انسولين سبايك عاليه جدا، بتعمل ترفع الانسولين جدا. الانسولين ده طالع يعمل ايه؟ طالع يقلل السكر. فانا هاجي اقيس السكر بعدها بشويه هلاقي السكر واطي اوطى من لو ما كلت بطاطس لوحدها، لان دي عملت انسولين سبايك اعلى فراحت مقلله السكر اكتر. انسولين سبايك اعلى، الانسولين طلع اكتر، فالسكر قل اكتر. انت عارف ان البطاطس المحمرة ما بترفعش السكر قد البطاطس المسلوقة؟ لو اكلت فرنش فرايز، اللي ما اعتقدش ان في اي حد في العالم ايا كان مدرسته ممكن يكون مقتنع ان دي حاجة صحية، مش هترفع لك السكر زي ما بتاكل بطاطس مسلوقة. انا لما بطلع اقول ان البطاطس كويسة، في ناس كتير بتقولي بس دي هاي جلايسيميك. مش مهم، هو احنا الجلايسيميك اندكس، قدرة الاكل على انها ترفع سكر الدم، ده عامل من العوامل اللي بنبص عليها. لو بدأت تبص عليه لوحده وتتلاعب عليه علشان ناكل اللي احنا عايزينه، طالما الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل، طالما مش هيرفع السكر قوي، يبقى احنا لسه بنفكر فكر سعرات. هاكل شوكولاتاية ولا هاكل بسكوتة، كلها سكر وزيت نخيل وحاجات معلبة وحاجات بروسيسد وحاجات متخففة وحاجات مصنعة، لمجرد ان فيها 70 سعر حراري بس. هجيب البطاطس اغرقها كريمة، وبدخلت جسمي نشويات ودهون مع بعض، وبدخلت جسمي اكلة تقيلة جدا هتعمل لي هيوج انسولين سبايك، هتنام بعدها. مش مهم، علشان هتقلل سكر الدم، هتقلل الجلايسيميك اندكس. الجلايسيميك اندكس هو عامل من العوامل، قياس الجلايسيمي وقدرة الاكل على رفع سكر الدم هو عامل من العوامل، ما ينفعش يبقى لوحده اللي هيحدد دي اكلة كويسة ولا مش كويسة، ودي اكلة مناسبة لمرضى السكر ولا مش مرضى السكر. الفركتوز ما بيرفعش سكر الدم، هو من مسببات مقاومة الانسولين ومرض السكر اكتر من الجلوكوز. الفركتوز بيسبب مقاومة الانسولين ومرض السكر
اكتر من الجلوكوز، رغم انه اصلا ما بيرفعش بقى، ما بيرفعش قوي ده، ما بيرفعش اصلا. يبقى ده عامل من العوامل، انما ما ينفعش يبقى هو لوحده اللي بنحدد بيه دي اكله كويسه ولا مش كويسه. خلونا نشوف كده ايه اللي بيحصل اصلا في جسمنا لما بناكل نشويات عامه. او بالمناسبه ما فيش حد بياكل نشويات بس، كل النشويات اللي احنا بناكلها واللي احنا بنحبها بيبقى فيه برضو منها دهون. حتى الحاجات اللي انت فاكرها نشويات زي المعجنات مثلا دي بتتعجن بدهون، بتتعجن بزبده وبتتعجن بزيت، والا ما كانتش هتبقى بالحلاوه دي. يبقى اصلا تقريبا ما حدش بياكل نشويات لوحدها الا في حاجات بسيطه قوي زي الفاكهه وزي الذره والحاجات دي، وبرضو في احيان كتير في ناس كتير بتحط عليها دهون. طيب لما بناكل نشويات بيور كربوهيدرات، كلت مثلا عيش حاف، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه سيكونس الاحداث الطبيعي؟ مهم قوي على فكره ان احنا نعرف ايه الطبيعي علشان نعرف ايه اللي مش طبيعي. الطبيعي خالص لو حد ما عندوش مقاومه انسولين، ولو انا كلت نشويات بس عيش حاف، هيحصل ايه؟ هيحصل انه العيش الحاف اللي انا كلته ده هيرفع لي سكر الدم لانه كله جلوكوز، فهقيس البلاد جلوكوز هلاقي سكري ارتفع. سكري لما بيرتفع مين اللي هيرتفع؟ الانسولين. بيرتفع عشان يعمل ايه؟ عشان يقلل السكر اللي ارتفع ده، عشان نرجع للهوميوستيزيس، عشان نرجع للطبيعي، وعلشان يفتح باب الخلايا. في الجامعه كان بيقولنا على الانسولين المفتاح بيفتح الخلايا علشان يبتدي الجلوكوز اللي انا كلته ده يخش الخلايا. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو انا كلت نشويات ودهون على بعض. اولا الوجبه كده ما بقاش فيها جلوكوز بس، الوجبه بقى فيها جلوكوز ودهون، فقدرتها على رفع جلوكوز الدم هتكون اقل. تمام. طيب مين اللي هيطلع برضو؟ الانسولين طبعا، انت كلت الجلوكوز هيتحرق والدهون هتتخزن. ليه؟ لان الجلوكوز هو الديترمينانت اوف اوكسيديشن، الجلوكوز هو اللي بيحدد مين اللي هيتحرق. وجود الجلوكوز بيبلوك الفات اوكسيديشن، ده ميتابوليزم 101، ده بدايات واساسيات الحرق. مفيش دهون هتتحرق لو انا واكل هاي كارب هاي فات، لو انا واكل دهون عاليه ونشويات عاليه في نفس الوجبه، النشويات هتتحرق والدهون هتتخزن. وعشان كده انت مقتنع ان الدهون بتتخنك، عشان هي فعلا بتتخنك عشان بتحطها في الرغيف. طيب يبقى انا مشكلتي في الكونسبت ده كذا حاجه الحقيقه. اولا انه تلاعب على الفكره، يعني احنا عرفنا ان دي حاجه من العوامل اللي بتاثر على ان احنا نتخن، ان احنا ناكل اكل بيرفع السكر قوي، فهنتلاعب عليها، هنتلاعب عليها ونعمل اي حاجه حتى لو غلط علشان تخلي الحاجه دي تبقى لو جلايسيميك. انتوا عارفين ان انا اكتشفت ان في حاجات بتتباع على انها منتجات كيتو وهي مش منتجات كيتو، لمجرد ان فيها نشويات، فيها دقيق، فيها شوفان، فيها شعير، فيها قمح، وبيتغرق دهون. ما هي كيتو بقى، فبتتغرق دهون، فتيجي تقيس السكر بعدها تلاقيه معليش. الفكره دي احنا عارفينها، ده مش معناه ان دي حاجه صحيه. احنا عارفين ان احنا لما بنغرق النشويات دهون بتقلل الجلايسيميك اندكس، ده مش معناه ان دي حاجه صحيه. هو الفكره مش في ان انا الجلايسيميك اندكس بتاعي هيبقى ايه، الفكره مين اللي هيتخزن الدهون دي. في الاخر هتتخزن وهتتخن. في مشكله تانية برضو في الفكره دي، لو احنا اقتنعنا انه احنا دلوقتي احنا فاهمين ان الجلايسيميك اندكس ده مشكله، وان احنا مش مفروض طول الوقت يبقى سكرنا عالي، وان احنا مش مفروض ناكل اكل بيرفع السكر قوي، لو احنا قررنا انه بناء على الفكره دي يبقى انا لما بغرق النشويات دهون بتقلل الجلايسيميك اندكس بتاعها، يبقى انا هبتدي اغرق النشويات دهون. افتكر حاجه مهمه قوي بقى، هو ده اصلا اللي انت كنت بتعمله؟ هو انت اصلا ايه اللي تخنك؟ كنت بتاكل عيش حاف؟ هو انت اصلا كنت بتاكل بتسلق مكرونه وتاكلها كده وهي مسلوقه، ولا كنت بتاكل مكرونه بشاميل وسندوتشات جبنه وعيش بالبينات باتر كراسو بالزبده؟ هو ده اصلا اللي انت كنت بتعمله؟ انا هحتاج كم عظيم من الاقناع ومن الدراسات علشان تثبت لي اللي انا اصلا كنت بعمله وتخني هو الحل عشان يخسسني او علشان يعالجني. كان في فيديو لتوماس ديلور على موضوع ميكس الكاربز والفاتس ده، وقال حاجه عجبتني قوي، وقال حاجه انا اوافقه تماما فيها، وانا اصلا طول عمري بقولها. الناس اللي معايا في التشالنج انا طول عمري بقول الكلمه دي، لو ما فيش اي حاجه هتسمعها طول حياتك وهتفضل ماشي عليها طول حياتك غير دي،
انك ما تخلطش دهون على نشويات، وانك في الوجبه اللي تاكل فيها نشويات ما تاكلش فيها دهون، وفي الوجبه اللي تاكل فيها دهون كتير ما تاكلش فيها نشويات. دي لوحدها كفيله انها تخسسك وانها تعالج لك مقاومه الانسولين. دي اهم حاجه، ده الكور، ده اصلا اللي بيدرايف الاوفر ايتنج. هو انت اصلا بتاكل اكل كتير ليه؟ عشان بتاكل دهون ونشويات على بعض. هو ايه اصلا اللي بيخلي اكله تبقى هاي بالاتبل؟ ان فيها دهون ونشويات على بعض. ده دي اهم حاجه، ده دي الكور، ده دي الاساس regardless of glycemic index. ده اول ما طلعت كنت بتكلم قوي في موضوع السكر ورفع السكر والكلام ده كله. بعد ما طلعت مثلا بسنه بسنه ونص، لقيت ان في ناس كتير قوي بدات تشوف اي حاجه ما بترفعش السكر على انها كويس. وفي ناس عندي في التشالنج كانت بتقولي هو انا مش عارفه ايه ده، مضر بس ولا هيخليني مخسس؟ يعني لقيت برضو ان الناس بتفكر برضو بنفس الفكر، هناخد اي حاجه حتى لو مضره طالما ما بترفعش السكر، مش مهم، المهم اخس، مش مهم صحتي، المهم اخس. بنفكر نفس الفكره بتاع السعرات، نفس الفكره. كنت عامله فيديو اسمه انا ليه لا اثق في قياس المؤشر الجلايسيمي، عملته من اكتر من سنه، هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن. انت ممكن يجي لك كبد دهني، ممكن يجي لك مقاومه انسولين وانت ماشي على لو جلايسيميك دايت، لو كله فركتوز ولو كله دهون ونشويات على بعض، لو كله كحول. الكحول ما بترفعش سكر الدم، معظمها ما بيرفعش سكر الدم، وكلها بتجيب فاتي ليفل، كلها بتجيب كبد دهني. يبقى خلط الدهون والنشويات على بعض اسوأ عادة في كل العادات السيئة هو والسناكس. يعني لو شفنا عادتين كده هم المسؤولين على كل اللي احنا فيه دلوقتي، هو ان احنا بناكل طول النهار، وان احنا كل ما بناكل بناكل نشويات ودهون على بعض. موز بالبينات باتر، رز بالزبدة، ورز بالسمنة، ورز بالشوربة، والكلام ده. عايز اقول لكم حاجة اخيرة، لو وصلت للجزء ده من الفيديو، احنا عايشين في عصر مرفهين جدا في حتة ان احنا بسهولة جدا بنحصل على المعلومات. زمان كان الانسان عشان يوصل لمعلومة بيحتاج ينزل مكاتب، ينزل مكتبات، وينزل يدور في كتب، وينزل يدور في مراجع، وينزل يدور في حاجات كتير قوي عشان يوصل لمعلومة. ما بالك بقى عشان يوصل لمعلومة وناقضها. فعصرنا دلوقتي انا طول الوقت ببص على معلومات، طول الوقت بقرا معلومات، وطول الوقت بسمع معلومات، وعندي اكسس غير طبيعي على اي قدر انا عايزه من المعلومات. دي رفاهيه ودي حاجه جميله، ليها سايد افكت، ليها اعراض جانبيه، ليها عرض جانبي ان انا هبقى confused. انا هبقى كل بسمع الحاجه وعكسها، بسمع الحاجه وعكسها. ده بيأكد ان انا طول عمري هيفضل عندي مسؤولية ان انا اقرر لنفسي انا هصدق ايه وانا هسمع ايه. في نقطة مهمة جدا بقى، trial and error. trial and error التجربة، وانك تجرب فعلا الحاجة وتشوفها بتشتغل ولا لا، دي مش خطوة انت ينفع اصلا تقرر انك ما تعملهاش. انت ممكن تقعد تسمع، تقعد تقرا كتب تنميه بشريه طول حياتك، تقعد تقرا كتب عن البيزنس طول حياتك، تقعد تقرا كتب على النوتريشن والتغذيه طول حياتك، تسمع فيديوهات وعد وتسمع فيديوهات غير وعد، بس في الاخر ما تعملش حاجه، مفيش حاجه هتحصل. فانا لازم اجرب واشوف الحاجه دي هتشتغل معايا ولا لا. جرب، جرب تعمل كده فعلا، جرب تخلط النشويات والدهون على بعض، وجرب تفصلهم عن بعض، جرب تاكل 6 مرات في اليوم، وجرب تصوم وشوف ايه اللي هيشتغل. This was Dr. Ad. Have a good day.